خلينا نتكلم او نعيد للناس مره تانية ايه الاجراءات المطلوبه والمستندات المفروض يقدموها اثناء فتره التصوير. سعادتك يعني الدوله مشكوره وتعليمات مع وزير المحافظ بيقدم بالبطاقه واقرار منه بالمساحه وخلال شهر بيستكمل باقي الاوراق. اعتقد ما فيش تسهيلات اكتر من كده وفرصه لي سارع ايها المواطن في مصلحتك انك انت تتصالح وتقنن وضعك هديه من الدوله استفيد منها. الجهات اللي بيتوجه ليها علشان يقدر يعمل التصالح دي نحب نعرفها. اللي هو على سيادتك بيتوجه الى الحي او المركز او المدينه اللي هو واقع في نطاق المخالفه وبيتقدم من خلال المراكز التكنولوجيه الموجوده المنتشره في كل مجالس المدن والاحياء. طيب الوقت اللي يعني بياخده اثناء عمليه التصالح والاجراءات اللي بيعملها والورق اللي بيقدمه بياخد تقريبا وقت منه قد ايه؟ يعني هو في حاله تقدمه الوقت لا يستغرق اكتر من 5 دقائق التسجيل على الكمبيوتر بالبيانات اللي هو مقدمها اللي هي صوره البطاقه والاقرار بالمساحه وبيتم الدفع سواء من خلال كل انواع التسهيلات يدفع بفيزا داخل المركز يدفع في البنك على حسب رغبه المتصالح. اكتر التساؤلات اللي بيسالها المواطن اثناء يعني هذه الاجراءات الاستفسارات اللي بيحبوا دايما يسالوا عنها هو يعني تقريبا بيتم الاستفسارات عن حاجات اللجنه الفنيه هي اللي بتحددها وبيتم قبول الطلب زي مثلا دور بدون عمدان ده تساؤلات المواطن انواع المحلات الجراشات البدرومات كل ده بيسال دي تساؤلات المواطنين المتصالحين الكلام ده طبعا طبقا للقانون واضح وبيتم مراجعته طبعا من اللجنه الفنيه اللي هي بتراجع بعد كده وبتروح تعمل المعاينه وبتحدد مدى قبول او عدم قبول التصالح.